السؤال الأول بيقول لي مين من هذه الكونديشنز بيعمل بريست ماس؟ وممكن بص كلينيكالي هم غالبا دخلوا السنة اللي فاتت صححوها، قالوا كلمة كلينيكالي ده مجرد ظن مني، أنا معرفش ده حصل ولا لأ، بس هو عشان منا كاتب ايه كلينيكالي فوق كلمة هيستولوجيكالي، وعشان ده اللي منطبق لمنهجنا فعلا. طب maybe clinically mistaken for a tumor، افتكر انها تيومر. مين مذكور عندنا بنص الكتاب؟ التروماتيك فاتي بروسس، لانه بيعمل هارد وايت ماس، ممكن افتكرها تيومر، يطلع في الاخر ده مجرد تروماتيك فاتي بروسس. لما ابص بقى تحت مذكوره فين في الكتاب؟ مذكوره في اخر صفحه 149، وهي دي الجملتين اللي عندنا في تروماتيك فاتي بروسس. It may be clinically mistaken for